عقدت وزارة الأشغال العامة مؤتمرا صحفيا لعرض المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع التي ما زالت غيد التنفيذ، مبرزة الأدوار الهامة لهذه المشاريع في تعزيز التنمية الشاملة للبلاد. للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال إنشاءات ومشاريع تنموية، وزارة الأشغال العامة عقدت مؤتمراً صحفياً لعرض كل ما لديها من خطط آنية ومستقبلية لتساهم بالدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وذلك ضمن خطة عمل الحكومة. احنا قسمنا هذه الإنجازات بأربع أقسام. القسم الأول اللي هو ما تم إنجازه من 2012، وأكد من 2012 حتى تاريخه في عهد حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، ومن ثم كذلك القسم الآخر اللي هو اللي تحت التنفيذ حاليا، موقع عقوده وتحت التنفيذ. القسم الثالث راح يكون اللي متوقع أن تنتهي أو يعني خلال فترة قريبة من 3 إلى 6 شهور يعني يتم توقيع هذه العقود، بعضها مطروح، بعضها تحت الدراسة. الجزء الرابع اللي هو الآن بتجهيز المستندات بهذا الجانب اللي نتوقعها خلال بين 6 شهور والسنة تكون جاهزة للطرح. العديد من الدراسات والاستراتيجيات التنموية أخذت في عين الاعتبار، سلط الضوء عليها في هذا المؤتمر مقسمة بمراحل متعددة ضمن فترة زمنية محددة للارتقاء بالمشاريع التنموية وليتلمسها المواطن في الفترة القادمة. بالنسبة للمشاريع المنجزة، القيمة تجاوزت 1 مليار دينار، و هذه تتمثل يعني أنا بس جزء من هذه المشاريع المنجزة اللي عشان أذكرها لكم. يعني إحنا لما نتكلم بلغة الأرقام بالإضافة إلى الوقائع بالنسبة للمشاريع. عندنا من هذه المشاريع في عندنا يعني خدمات طريق الصفية، تقاطعات الطرق الرئيسية في الدائرة السادس المؤدية لمنطقة الجهرة، كذلك تقاطعات الدائري الخامس المؤدية إلى منطقة جنوب الدوحة، وكذلك تقاطعات على الطرق الرئيسية في منطقة جنوب الصباحية، طريق الدائري الأول المرحلة الأولى. هذا فيما يخص الطرق. ميزانيات ضخمة تم تخصيصها لهذه المشاريع الإنشائية بهدف مواكبة التغيرات وتلبية الاحتياجات والتطورات الراهنة وانعكاسها على خدمة المواطن بالدرجة الأولى. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت.